كلام اتفق معاك فيه، بس يعني هنتكلم في النقطه دي برضو، مش هنعديها كده وخلاص، لكن لسه في كلام كتير جدا اكيد. وبرضو هنرجع نقول كلام موثق بالارقام. عايزين نتكلم برضو مع حضراتكم في نقطه مهمه جدا، وهي فكره هنا تضارب المواعيد، النقطه اللي انا وكريم اتكلمنا عندها، معلش هقف عندها تاني، بين الكاف والاجنده الدوليه. واللي هيجاوبنا عليه بقى تيالي يعني ممكن احنا نلجا للاستاذ هنا كريم سعيد، رئيس تحرير يلا كوره، اللي معانا دلوقتي على التليفون، لعل وعسى نلاقي اجابه. يعني يا استاذ كريم، انا بصبح عليك انا وكريم، صباح الفل. صباح الخير يا هوندس، صباح الخير يا كريم، صباح الخير لكل الفريق. بص احنا يعني بنتساءل، احنا جايين النهارده نتساءل ازاي ممكن يكون النهائي، بنتكلم يوم 30 مايو تصفيات الامم او امم افريقيا يعني 2 يونيو، فيعني معلش فكره هنا تحديد التوقيت، وكان الكاف اعتقد ان هو يعني مش بيبص على الاجنده الدوليه اصلا، فبتشوف ده ازاي؟ لا هو طبعا قمه العشوائيه من الكاف نفسه بعارض المواعيد، يعني بعيد عن الاجنده الدوليه طبعا، في تضارب في ميعاد المباراه اللي تم تحديدها مع الاجنده الدوليه، بتبدا في اخر مايو وبتستمر لغايه 14 يوليو عشان المنتخبات الافريقيه هيلعبوا مباراتين في تصفيات كاس الامم الافريقيه. الكاف نفسه عارض المواعيد اللي هو اصلا محددها بالظبط للفاينل، الفاينل اصلا كان اوريدي متحدد له احد ايام 22 مايو يوم 29، يوم 30 ده اصلا كان خارج الاسبوع اللي كان الكاف نفسه محدده للفاينل. طيب لما نيجي نربط الامور ببعضها ونفهم هو ليه تم اختيار يوم 30، ببساطه تم اختيار يوم 30 مايو عشان رئيس الكاف موسيبي عنده دعوه لحضور نهائي دوري ابطال اوروبا يوم 28، وبالتالي تم تحديد يوم 30 عشان يقدر موسيبي ان هو يلحق يرجع. لا اذا كان كده تمام يا استاذ كريم، احنا ما كناش فاكرين كده يعني. الموضوع طلع كبير عشان في مناسبه، في مناسبه. لا لا انا في الحلقه الاخيره مع الكابتن اسلام الشاطر اتكلمنا على الدعوه اللي موتسيبي تلقاها من الاتحاد الاوروبي ومن انفانتينو لحضور نهائي دوري ابطال اوروبا ما بين ليفربول وريال مدريد، فمليون في المية تم اختيار يوم 30 لأن موسيبي مش هيلحق يرجع من أوروبا إلا بعد 48 ساعة، وإلا ببساطة كان تم اختيار يوم 29 وخلصنا، لكن هو ليه تم اختيار يوم 30؟ طب ما اللعيبة الدوليين هم كمان مش هيلحقوا يرجعوا يشاركوا مع منتخباتهم في نظرا لضيق الفترة الزمنية، ولا هم مش قضية؟ لا طبعا انت لو بصيت على الموضوع كريم فعلا هتلاقي فعلا قمة التهريج، الموضوع كله تهريج في تهريج، يعني الراجل نفسه ببساطة قلب الدنيا وشقلب الدنيا كلها عشان هو راح يتفسح، هدي الموضوع ببساطة. بس كويس ما طلعش عيد ميلاد أو خطوبة، يعني برضو الموضوع كبير. عادي ممكن بطولة تانية تلاقي كد كتاب يأخره عشان ماتش النهائي، ما كله وارد طالما المنطق ده حاصل يعني. اتفضل يا أستاذ كريم، سامعين حضرتك، اتفضل. بس هو المشكلة دلوقتي إن هم واضح إن هم بيحددوا الميعاد، كان هو ده الشغل الشاغل عندهم، ما كانوش باصين ومش واخدين بالهم إن هو بيتعارض مع الأجندة الدولية، وان الامر ده هيخص طبعا لعيبه المنتخب مصر، اكيد هيضموا لعيبه من النادي الاهلي، وطبعا لعيبه المنتخب المغربي اذا ضم الجهاز الفني لعيبه من الوداد، وان كان طبعا المنتخب المغربي معظم السكواد او القائمه بتاعته بتبقى من المحترفين طبعا ومش من الانديه المحليه. مظبوط. بالتالي انا بشوف طبعا ان من حصل دول والضغوطات اللي بتحصل من منظومه النادي الاهلي والهاشتاج امبارح بص متعدى اكثر من مليون صحيح متر، اعتقد هيفقد انتباه الكاف، وربما خلال الساعات المقبله يتم تعديل الموعد. والله يعني انا من الناس اللي برضو امبارح على تويتر كنت مش متفائله بالنقطه دي، بس نتمنى، ممكن يعني اتمنى في النقطه دي ان انا اكون غلط، بس انا ما اعتقدش يا استاذ كريم. بس على كل حال خلينا ننتظر يعني ونشوف. اشكرك جدا على هذه المداخله زميلنا العزيز كريم سعيد. اشك هو بص لا اشك جدا لا هو الكلام اللي قاله استاذ كريم فعلا هو الحقيقي، تمام، يبقى عذر اقبح من ذنب، ملهاش توصيف. هو وجوده مهم والدعوه دعوه يعني مهمه على فكره، ما احنا بنهزر، ما فيش مشكله، بس في تضارب دلوقتي في مصالح اخرى، يعني ما عندناش مشكله ابدا ان هو يحضر، ده شيء اكيد اضافه وكل شيء وجوده مهم، لكن في نفس الوقت انت فاهم يعني انت نفسك في اولويات يعني. اسمعيني بس، انت من شويه انت نفسك مش حد تاني قلت ايه، هو الكاف مش بيطلع مش بيبص بص على الاجنده الدوليه، اصل ده منطق
يعني ده منطق يعني ابجديات تحديد مواعيد لفعاليات مهمه بطبيعه الحال واطراف رئيسيه فيها لعيبه دوليين بيلعبوا مع منتخبات بلادهم في بطولات مختلفه، فطبعا بديهي ان النقطه زي كده لازم تتراعى. ما اترعتش ليه؟ الله اعلم. طيب ده كان يعني موضوع وزي ما كنت بقول لحضراتكم عليه علامه استفهام.